مرحبا اخواني، الجناية او المربيين مال طيور الحب الباجي. اليوم راح نعطيكم معلومات عن تربية طيور الباجي بكل انواعها، وراح اعلمكم شلون تربيهم، شلون تفرخ من عندهم. وبما انه انا هنا موجود يم الاقفاص اللي عندي للتفريخ ولغير التفريخ، راح اعطيكم معلومات كلش كافية ومجربة، 20 سنة مجربة، يعني مو مال شهر او شهرين، يعني مو واحد مبتدئ بالطيور دا يحكي، يعني راح اعطيكم معلومات اللي عندي اني موجودة، واكيد راح اطلع يمكم نتائج، واتمنى لكم كل الخير. راح اعطيكم معلومات اللي لازم للجماعة اللي دا يسألون شلون نفرخ، اكو معلومات نازلة على اليوتيوب من المربيين مال الطيور الباجي كلش صحيحة، واكو معلومات ما اتفق معاهم لانه اكو شغلات من شغلات، واكو كل جناي او كل مربي طيور عنده طرق، اكو ناجحة واكو مو ناجحة، واكو مو زينة للفراخ من تفرخ، واكو مو زينة من بيض، واكو زينة. بس راح اعطيكم الشروط اللي انت تفرخ الطيور الباجي الحب. بس باقي البس احمر يعني على مود اصير طير الحب. ف راح اعطيكم المعلومات اللي عندي يعني كلش كافيه. اول الشروط لازم تختار الفحل والانثى الصالحه للتفريخ، يعني لازم تكون اقل شيء 7 أشهر وما فوق. هما 6 أشهر تقدر تفرخ من عدم، بس إذا تريد الفراخ تكون أحسن لازم يكون الطير أكبر من 7 أشهر. أنا أفضل هاي الطريقة المود يكون أحسن. وثاني شرط لازم يكون المكان ثابت، يعني مثل ما تشوف الأقفاص مالتي ثابتة، ماكو ما يمشون من هذا المكان، يعني موجودة وثابتة، يعني ماكو مستحيل تمشي الأقفاص مالتي من هذا المكان. والشروط الأخرى لازم تحافظ على الأكل مالتهم وعلى النظافة، لازم يكون الأرضية مال القفص نظيفة حتى الطير يكون عنده وهس، حتى ما تلعب نفسه، حتى يقدر يأكل، حتى يقدر يلعب بالأرضية، حتى ما يتوسخ الطير، وحتى الصحية ما طير يعني صحيا يكون صحي، يكون جسمه قوي، لا يوجد أمراض ولا تتقرب عليه الأمراض. إيش قد ما تكون الماي مالته نظيفة والأكل نظيف والأرضية نظيفة، يعني يمكن عندك 1% يتمرض الطير ويموت. هي طبعا الطير إذا يكبر أكثر من 3 سنوات وما فوق يمكن أكو احتمال يموت من العمر، لأنه العمر يأثر. والطير أنا أفضل يكون ما بين 7 أشهر إلى 2 سنين، مو أكبر من هيجي. إذا كان أصغر من 7 أشهر أو أكبر من 2 سنين أعتقد لا تفرغ من عنده أحسن. وتحياتي للجميع، أخوكم روني، راح أشوفكم الطرق شلون تفرغ طيور الباجي من طقطق. للسلام عليكم، وأتمنى لكم كل الخير، وإن شاء الله هذا الفيديو يعني للمبتدئين فقط وراح يفيدكم كل شيء هواي، وادعوا لي. تحياتي للجميع. هسه حاليا اللي دا تشوفوهم بالفيديو هذولا عن يزاوجهم، وراح يكون عدوم بيض، واكو قسم من عدوم بيض، واكو قسم من عدوم فراخ. يعني أنا بس مخليهم كنموذج بقفص كبير. هاي اول ما تبلش، هاي اول عملية تخلي الفحلة والنثاية كلهم بقفص واحد لمدة 10 أيام حتى يتعلمون على المكان، على مكان اللي انت راح تخلي طيورك، حتى يشوفون واحد اللاخ. وهذا القفص هم راح يفيدك بعد التفريخ، راح تشيل الفراخ وتخليهم بهذا القفص. يعني اي شيء تشتري للباجيس للطيور الحب
ما راح تشمره بالزبالة، راح يفيدك بعدين يعني. صح راح يفرغ، هذا من تخليهم للتفريغ، بس الفراخ راح ترجعهم بهذا القفص يعني راح يفيدك. وهذا شكل الفحل يعني الذكر وليس الأنثى، يعني هاي مو نثية، هذا فحل. دا تلاحظ شوف الخشم أزرق، دا تلاحظ على الخشم، وهذا هو الفحل. لازم تتأكد على المود تخليهم سوية هو والنثية، يعني مثل ما جاي تلاحظ خشم الأنثى يجي بهذا الشكل، لازم تتأكد بأنه هي أنثى وليس ذكر. هاي الأنثى تكون بهذا الشكل، شوف لون الخشم رصاصي أو أبيض فاتح. هسه ورا ما خليناهم كلهم بقفص كبير سوية ألف حلة والنثاية، بعدين نختار أنثى بوحدة وفحل بوحدة، وقفص مع الأنثى راح يكون بهذا الشكل صغير بوحدها، توكلها مرة باليوم لمدة 10 أيام، مرة باليوم توكلها، تخلي العلافة قدامها وتاكل فد ساعتين ثلاثة وتشيلها لحد ثاني يوم توكلها، كلش كافي لها حتى تكون جوعانة والجسم يكون جوعان، حتى من تخليها ويا الفحل راح قبل يزقها يوكلها على المود تنطيله مجال يلقحها حتى تبيض. بهذا الشكل راح يكون قفص الأنثى قبل التزاوج، تخليها لمدة 10 أيام بوحدها. هذا شكل القفص مال الأنثى. بعدين تجهز القفص للتفريخ الجاهز، تخلي بيه الفحل بوحده، والأكل دائما لازم يكون قدامه 24 ساعة مثل ما دا تلاحظون، ولازم يكون بياضة مكان العش اللي تبيض الأنثى أو النثية بداخله، وتخلي له كالسيوم مثل ما دا تلاحظ هذا الأبيض، الكالسيوم موجود بكل بيت شوب يعني بكل المحلات مع الحيوانات أو الطيور راح تلقى هذا الكالسيوم. والأكل هو الضروري الدخن، يعني هذا أول أكلة عند الطيور، وتوكلهم خضراوات أو فواكه حسب اللي أنت يعجبك، لازم تعلم طيورك على أكلات اللي أنت تختارهم. شوف الفحل خليته بوحدة لمدة 10 أيام ويا قفص مال بياضة، وبعد 10 أيام من خلينا الفحل والنثية سوية، هسه النثية بداخل البياضة مبيضة وعدا أفراخ، وش لاحظ على الأكل هو الدخن الأكل الأساسي، والبيض المسلوق تسويها من النص وتخليها بالعلافة على المود تاكل، وهذا ضروري، ولازم تنطيلهم خضراوات حشيش خس أي شيء كرفس أي شيء، يعني المهم يكون خضار. حتى وهذا الكالسيوم اللي دا تلاحظون دا تشوفوه بالقفص من تنطيله خضار حتى يحس نفسه حر وهو مو داخل القفص، حتى يحس بنفسه مرتاح نفسيا. وراح اشوف لكم النتائج بالفيديوهات، يعني عندي هذول كل الطيور اللي دا اشوفهم انا هسه بالفيديوهات مالتي كلها مالتي، وراح اجر لكم فيديو كامل للاقفاص حتى تشوفون النتائج وكل طيوري راح تشوفوها. صباح الخير شباب أينما كنتم، عندي هذا الشقي ده يصيح من الصبح، اسكت اسكت لك، شوف هذا يتعارك من الصبح ما أعرف شنو الفيلم مالته يتعارك. عندي مثل ما تلاحظون المعالف كلها برا، المعالف مال الأكل كلها برا، لأنه الصبح أني بالليل قبل ما أطفي الضوء أسحب المعالف وأنظفهم وأطفي الضوء للطيور، ومن أجي الصبح راح أشوف لكم الكمية مع الأكل اللي أخليها للزوج اللي ما عندهم بيض وللزوج اللي عندهم بيض وللزوج اللي عندهم فراخ. طبعا اللي ما عنده بيض ما محتاج أكل هواية، واللي عنده بيض محتاج أكل شوية أكثر، واللي عنده فراخ بعد هذا أكثر. مثلا
خلي نقول هذا المعلف للي ما عندهم بيض. لاحظ كمشة، بتلاحظون وياي كمشتين، هاي كلش كافي لليوم كامل. هذولا اللي ما عندهم بيض، وخلي نقول هذولا اللي عندهم بيض، يعني فحلون فيهم بيضات، نخلي لهم كمشة كمشتين، وهاي ثلاثة، كلش كافي هذا، كلش كافي اللي عندهم بيض. هاي للثاني يوم، يعني أكل مال 24 ساعة يكفي، يعني باكر مثل هذا الوقت أخلي لهم مرة ثانية بقد هاي الكمية اللي عندهم بيض، واللي ما عندهم بيض هم نفس الكمية باكر. وخلي نقول أذني عدن فراخ، نخلي لهم كمشة كمشتين ثلاثة أربعة. هاي راح تكفي لهم 24 ساعة وللفراخ مالتهم. وطبعا مثل ما قلنا المي مالتهم لازم أقل شيء كل يومين يتبدل. مثلا اليوم أنا بدلت، باكر ما بدله، عقب باكر لازم يتبدل، لأنه تنزل به الوساخة، مرات يصير به طحالب، مرات ما تعرف، يعفن، مو زين للطير. كل يومين أقل شيء لازم تبدل الماي، ما تقدر تخليه أسبوع. هو تقدر تخليه أسبوع، هاي تكفي أسبوع كامل، هاي تكفي 4 أيام 5 أيام، بس شنو؟ مو زين للطير صحيا دا أحكي. وبعدين الطيور مثل ما ذكرت أنا، مثل ما ذكرت يعني من تخلي قبل التزاوج، قبل التزاوج إذا تخلي النثية مثل ما ذكرنا بذاك الفيديو القبله، عندي مثلا أقفاص السمول سايز، يعني الأصغر حجم اللي تقدر تخلي به الطير. الأنثى من تكون بوحدة قبل ما تزوجها تنطيلها كمية الأكل هلقد، يعني مو كمشة كاملة، تقريبا ربع كمشة باليوم، وتخلي الأكل قدام الأنثى خلال أسبوع كامل، تخلي بقد هذا الأكل مثل ما قلت هيجي كمية، وتخليه قدام ساعتين أو 3 ساعات باليوم، وتشيل المعلف خلال 10 أيام. لازم تعاملها الأنثى هيجي، والفحل لازم يكون 24 ساعة أكل قدامه ودا يأكل. الفحل لا تشيل الأكل من قدامه، عوفة خل يأكل، يشبع، يقوى العضلات مالته، تقوى وجسمه يقوى، على المود يكون جاهز لتطعيم الأنثى ولتطعيم الفراخ. يعني هاي ورا التزاوج لازم يكون جاهز، ولازم الأنثى تكون جوعانة قبل التزاوج، وبعد التزاوج بس تشوفه. اسكت انت وايد تسوي هوسه، ويعني صراحة صاير رامبو انت اليوم، ما اعرف شنو. فالأنثى لازم تكون جوعانة قبل التزاوج، يعني ما اقول لك تموتها من الجوع، بس لازم توكلها مرة واحدة باليوم كلش كافي قبل التزاوج لمدة اسبوع او 10 ايام. ورا ما تزوجها تخلي الاكل قدامهم هي والفحل كل ساعتين او 3 ساعات، تخلي الاكل وتشيله، يعني مرتين تخلي المعلف بالقفص وتسحبه من مثلا هسه خليت اني ورا ساعتين اسحبه، ورا 5 6 ساعات ارجع المعلف حتى الفحل يشبع،
حتى الفحل يشبع، حتى يزق الأنثى، حتى تكون جاهزة للتزاوج، لأنه الأنثى إذا ما تجوع مستحيل تزوج الفحل. إذا ما تجوع مستحيل تزوج الفحل. أكو أناثي تزوج الفحل بس يعني نسبة قليلة بالمية، بس من تكون الأنثى جوعانة، وطبعا العمر لازم يكون فوق 6 أشهر، بس تجوعها راح تكون جاهزة للتزاوج. وطبعا مثل ما قلت، مو تموتها من الجوع، بس توكلها مرة باليوم قبل التزاوج، وبعدين من تخليها ويا الفحل تخلي الأكل مرتين باليوم وتسحبه، لا تبقي بالقفص، حتى تكون الأنثى جوعانة، حتى يقدر يقنعها الفحل حتى يقدر يلقحها الفحل وتبيض، ويكون البيض يعني منتج مو فاسد. وتحياتي للجميع، وطبعا أني دا أحكي لكم خبرة. من كان عمري 9 سنوات كان عندي أنواع الطيور، وأنا عندي خبرة بالطيور بجميع أنواعها، مو بس بالطيور الحب الباجي، عندي خبرة. هسه عمري 31 سنة، وكان عمري 9 سنوات أنا مربي الباجي الطيور الحب، يعني عندي خبرة بيهم حوالي 20-21 سنة، ومفرخ من عندهم ومطلع ألوان ومطلع كل الأحجام الكبار، مطلع أي ألوان، يعني أكو عندي ألوان غريبة وأكو عندي ألوان موجودة بالسوق، يعني مثل ما تشوف هذا الأزرق مو لونه طبيعي مثل الأزرق اللي يجي العادي، أكو هواي نوعيات عندي. حاليا عندي 12 زوج مخليهم للتفريخ، أكو منهم عندهم فراخ، وأكو منهم عندهم بيض، وأكو منهم راح يبيضا، وأكو منهم اليوم أول بيضة راح تبيض، وإن شاء الله راح أشوفكم الفيديوهات النتائج كلها اللي أنا طلعتها. تحياتي للجميع وأشكركم جميعا، أخوكم روني. هذولا أشكال الأقفاص اللي عندي، عندي 12 قفص للتفريخ، هذولا مو اللي تجمع بيهم الفراخ، الفراخ اللي شوفتكم الفيديو القبلة اللي كنت جامعهم قبل التفريخ، هناك تشيل الفراخ وتخليها ورا ما تطلع من البوكس يعني، أو البياضة أو الصندوق اللي أو العيش اللي تبيض بي، يعني بهذا الشكل. لازم هذا أول الشروط، لازم تكون أقفاص مالتك ثابتة. وأكو شرط الأخ، لازم يكون الضوء مشعول 12 ساعة وبعدين يطفى 12 ساعة، يعني نص يوم قاعدين نص يوم نايمين. وبداية أول ما تزوجهم إذا تقدر تحاول كل ساعتين تطفي الضوء وتشغل ساعتين تطفي الضوء، على المود يكون عندهم إنرجي للتزاوج، على المود يشتاقون واحد للأخ حتى يشوفون واحد للأخ. وهاي عندي زوج اللاتينو الأصفر عيون الحمر، هذا النتيجة، 7 بيضات مع فرخ، هاي النتيجة، هاي الأماية وهذا الأب. وعندي هاي النتيجة أخرى، هذا الفحل، وهاي الأنثى. خلينا نشوف شنو اكو جواهم. عندنا فراخ 2 و3 بيضات، بتلاحظ النتيجة. وعندي هذولا، هاي توها هسه باضت، هاي الأنثى، والذكر موجود بالقفص، هذا الذكر، إذا بتلاحظ على الذكر، وهي من نتيجة كل الزينة. عندي هاي الأنثى وهذا الذكر، خلينا نشوف النتيجة شنو. أكو بيضتين موجودة، إذا تلاحظون هسه بابا بعد دم على البيضة،
عندي زوج الأخ لاتينو. اللاتينو اللي صورتهم قبل كانوا الأماية والأوة، ذولا الفراخ عمرهم 7 أشهر. هاي الأنثى هم باضت، وهذا الذكر برا. تشوف عيون حمر، تلاحظ هالعين. عندي هذا الذكر اليلو فيس والأنثى جوا. خلينا نشوف النتيجة شنو. كانت تريد تبيض، وهاليوم اكو بيضة، وان شاء الله راح تكثر. هذا الزوج الأنثى شو، يعني ابو الراس الكبير والحجم الكبير، والفحل يلو فيس استرالي الحجم الصغير. طبعا اشكر كل المتابعين اللي تابعوا هذا الفيديو، واتمنى استفادتوا، وراح تطلع يمكم النتائج ان شاء الله بكل صحة وسلام. وطبعا مثل ما شوفتكم بالفيديو، عندي فراخ وعندي بيض وعندي بعدهم من بيضين، بس ان شاء الله ورا ما تطلع الفراخ وتكبر وتطلع من البياضة راح اشوفكم النتائج والالوان اللي راح تطلع، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات القادمة، واتمنى لكم كل الخير. اخوكم روني.